التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رئيس الجزائر العاصمة اليوم الأربعاء عقوبة 5 سنوات حبس نافذ وغرامة مالية ب300,000 دينار في حق المتهم محمد عبد الله، كما تم التماس عقوبة 3 سنوات حبس نافذ ونفس الغرامة المالية في حق المتهمين بن شامع عبد الكريم ورياحي مليك. وقد تمت متابعة المتهمين الثلاث بعدة تهم من بينها الانخراط في جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية، وتمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة. واعترف الدرك المنشق أنه كان يتزود بالأخبار والمعلومات من مختلف أطياف المجتمع منهم قضاة ومسؤولين ساميين في الدولة. وتمسك الدرك الهارب محمد عبد الله بإنكار التهم الموجهة له، مصرحا بأنه غادر أرض الوطن بسبب الفساد الذي عاث مؤسسات الدولة الجزائرية في ظل النظام السابق.